السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم في قناة الشيف نور الدين. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير دير واحد الوصفة سريعة اللي هي التاكوس او الساندويتش. كيجي رائع ولذيذ بزاف، ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. وكما العادة اخوتي، الى عجبتكم الحلقة ديال اليوم وعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش ديروا جيم للفيديو وتشتركوا في قناتك باش دائما توصلوا بجدد الوصفات. دابا بركة غنذكر المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، غنحتاجوا الجبن ديال الساندويتش، غنحتاجوا شوية ديال زيت الزيتون، كذلك هنا عندي الصوص او المايونيز اللي عندكم كلكم تستعملون، عندي البزار، الخرقوم، الكمون والتحميرة، عندي كذلك شوية ديال الملحة، عندي الخبز ديال التورتيلا. هذا راه ديجا سبق لي وحضرت معكم في واحد الفيديو قديم في القناة. عندي هنا الكفتة، عندي البصلة، وعندي الكفتة ديال لادان. الكفتة ديال لادان 500 غرام، والكفتة ديال اللحم 400 او نص رابعة، يعني النص ديال 500، يعني 250 غرام. كنديرو في مقلاة شوية ديال زيت الزيتون وكنديرو فيها البصلة، وفي المقلاة الثانية كنديرو كذلك شوية ديال زيت الزيتون وكنديرو الكفتة ديال الدجاج والكفتة ديال اللحم، كنخلطوهم بجوج. بالنسبة للادان، يمكن لكم تقطعو غير طروفه بلا ما يعني بلا ما تطحنوه. انا اختاريت انني نطحنوه. هنا عندي الفريد ديالي، هي كتقلى في الزيت، غادي نعمرو بها الطاكوس حتى هي. هنا البصلة هي كتشحر. بالنسبة للبصلة، غنضيف لها التوابل، نص معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال التحميرة أو البابريكا، الخرقوم والبزار، هادو هما المقادير. وكذلك شوية ديال الملحة على حسب الذوق، عندكم تنساوها حتى هي. وكنحركو وكنتسناو على ديك البصلة حتى كدبل. كذلك حتى الكفتة كنديرو نفس العطرية تقريبا، كنديرو حتى هي العطرية. بالنسبة للعطرية كتبقى على حسب الاختيار. كنديرو شوية الفلفل الأسود أو البزار، الخرقوم، عود مطحون، وشوية ديال الملحة. نحتاجو كذلك البابريكا أو التحميرة، وشوية ديال الكمون. كنحركو كلشي مزيان، والملحة على حسب الذوق. صافي، هما كيكونو الكفتة ديالنا طابت، كنخلطوها مع ديك البصلة. كذلك الفريت ديالنا كنديرو فشي صفايه باش تقطر من الزيت. كنخلطو ديك البصله وديك الكفته بهذا الشكل. يمكن لكم ديروا غير لدان مقطع، ولا يمكن لكم ديروا غير الكفته ديال لدان بوحدها، او غير الكفته ديال اللحم بوحدها. داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وداكشي اللي متوفر عندكم في المنزل. صافي، غنحطو هادشي على جنب. غادي ناخدو الخبز ديال التورتيلا. بالنسبه للخبز ديال التورتيلا، كما قلت لكم راه ديجا سبق لي وحضرتو معاكم في فيديو سابق، الى لقيتو غادي نحطو لكم في خانة الوصف، ولكن غادي نحطو لكم ان شاء الله في خانة الوصف. كنشدو الخبز ديال التورتيلا، كنديرو فيه شوية ديال لي صوص. بالنسبة لهاد لي صوص، هادو راه غير مايونيز منكه، يعني ما يسحبش لكم ما شي حاجة. ما عندكمش هاد لي صوص هادو، ما ديرو غير مايونيز عادي واستعملوه مع شوية الكاتشب. حتى الى ما عندكمش الكاتشب، بلاش تكتفيو غير بالمايونيز. كنديرو الحشوة ديالنا، كنديرو فيها داك لاداند والكفتة والبصلة، كنديرو الفخوماج، الفرماج ديال الساندويتش. الى عندكم غير الفرماج، ما عندكمش، هذا عندكم فرماج احمر استعملوه محكوك. كنديرو الفريت. صافي، وكنسدو على الطاكوس ديالنا بهذا الشكل. هذا فراه الطريقة سهلة وسريعة. تصايبوهم وتديوهم معاكم هكا للبحر او للرحلات الصيفية او للنزهات، كيجي يعني سهل التحضير وكيوجدوا دغيا، وفي نفس الوقت يعني كيجي ولداد بزاف وخفاف في هذا الصهد. هذا بنفس الطريقه كنديروا شويه ديال الصوص، كنديروا الكفته والبصله بهذا الشكل. هذا كنديروا الفريت. انا هنا نسيت ما درت الفرماج، المهم نتوما حاولوا ديروا الفرماج ديالكم. صافي، كنسدوا عليه بهذا الشكل. هذا صافي، وكنحطوه في الاله ديال البانيني بهذا الشكل. هذا الناس اللي ما عندهمش انا ديال البانيني، ما عليهم الا انهم يديروه فوق مقله مدهونه بشويه ديال الزيت ويتقلوه بشي حاجه من فوق، شي طبصيل او لا شي حاجه. صافي، بعد ما كيوجد ها هو كنقطعوه وكنقدموه بصحه وراحه. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. كما عاد اخوتي، الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم، عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو. الى حلقه مقبله بحول الله.